بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أشرف محمد علي، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة. بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة Communication Theory 1 من خلال قناتنا على اليوتيوب، وكنا توقفنا على الإكزامبل الخاص بالأمبليتيود موديليشنز. الإكزامبل اللي قدامنا دوه، تعال نقرأ مع بعض الإكزامبل. بيقول لك حدد الإيتال إفيشنسي and the percentage، النسبة بتاعة ال total power carried by the side band، ال total power، الباور الكلية اللي هي محملة على ال side band بتاع ال AM wave، بالنسبة لل tone modulation، يعني ان السيجنال بتاعتي عبارة عن single A tone، يعني ليها نغمة معينة بتبقى هي دي السيجنال بتاعتي. طبعا هنا الميو بيقول لي بنص، وميو بوي مرة عند الميو بنص ومرة عند الميو بوينت 3. احنا قلنا قانون بنعوض فيه، فبنقول لما الميو تبقى بنص يبقى الافيشنسي بتساوي ميو سكوير على 2 زائد ميو سكوير، ودي اخر حاجه كنا قلناها المحاضره اللي فاتت. فانا بعوض بالميو ب 0.5، فبالتالي 0.5 سكوير على 2 زائد 0.5 سكوير، وبضرب في 100% عشان اجيب النسبه المئويه، هلاقيها طلعت عندي 11.11%. About، فبيقول لك hints only about 11% من التوتال باور از ان ذا سايد باند، يعني متركزه فين؟ في السايد باند. طب لو الميو بوينت 3 برضه هعوض بالبوينت 3 عندي، هيبقى بوينت 3 كل ده سكوير على 2 زائد بوينت 3 كل ده سكوير، في 100% تديني 4.3%. طبعا القانون اللي قدامنا ده احنا استنتجناه في المحاضره اللي فاتت، لو في حد مش فاكر فيرجع للمحاضرة اللي فاتت، آخر المحاضرة اللي فاتت استنتجنا فيها قانون الإفشنسي. تمام. طيب بعد كده بيقول لك طبعا هنا الموديليشن اند دي موديليشن بتاع الامبليتيود، الاي ام سيجنال، امبليتيود موديليشن سيجنالز. ففي عندي الموديليشن اللي بيستخدم دبل سايد باند، في عندي سبريسد كارير موديليتور with a cosine omega ct added to the signal. يعني دلوقتي الموديليشن بتاعي عبارة عن ايه؟ عبارة عن زي ما عملت في بالنسبة للدبل سايد باند سبريسد كارير، كل اللي انا عملته عملت ايه؟ ضربت الانفورميشن سيجنالز، ضربتها في مين؟ في المفروض ان انا بضرب الانفورميشن سيجنال بتاعتي في مين؟ في الكارير. طيب لو انا ضربت الانفورميشن دايركت في الكارير يبقى ده دبل سايد باند سبريسد كارير. طب بالنسبه للدبل سايد باند العادي لازم اجمع دي سي فاليو على السيجنال وبعدين اضرب كل ده في الكوساين اوميجا سي تي. تمام. فبالنسبه للدبل سايد باند سبريسد كارير بضرب الام اوف تي في كوساين اوميجا سي تي. طب بالنسبه للدي موديليشن بتاع برضو الدبل سايد باند سبريسد كارير، الناتج بتاع الموديليتد سيجنال بضربه في كارير وبعديه على لوباس فلتر. تمام. كان بيطلع لي نص ام اوف تي. تمام. بس هذا الابروتش اللي كنا شرحناه قبل كده بالنسبه لدبل سايد بين سبريسد كارير ما بيفيل، ان هو كنظريا ماشي، لكن كعمليا بنلاقيه ان هو بيفشل، ان هو فيل تو يوز ذا كارير كومبوننت، ان هو يستخدم الكارير كومبوننت. تعالى مع بعض. عندك مثلا مثال: an AM signal is represented by the equations، الايكويشنز اللي قدامنا بهذا الشكل: 15 زائد 3 ساين 2 باي في 5 في 10 اس 3 تي في ساين 2 باي في 0.5 في 10 اس 6 تي. من الواضح كده قدامي ان انا عندي ادي الكارير مضروب في مين؟ في الانفورميشن سيجنال مجموع عليها دي سي فاليو. يبقى نوع الموديليشن ده ايه؟ هو اي ام. ايوه. انهي حاجه في الاي ام؟ هل هو دبل سايد باند سبريسد كارير ولا دبل سايد باند؟ اعرفها ازاي؟ هل الانفورميشن اتضربت في الكارير؟ لا، هي الانفورميشن مجموع عليها دي سي فاليو هي ديت اللي اتضربت في الكارير. يعني انا عندي الانفورميشن جمعنا عليها الدي سي فاليو هي ديت اللي اتضربت في مين؟ في الايه؟ في الانفورميشن سيجنال، يعني في الكارير سيجنال. فبالتالي هذه النوع يعتبر هو دبل سايد بين. فبيقول لك هنا: وات ار ذا فاليوز اوف ذا كارير اند ذا موديليتنج فريكوانسز. اولا في الشكل اللي قدامي اركز الجزء اللي فيه اللي مجموع عليه الانفورميشن سيجنال ده، هو ده مين؟ هو ده بيعتبر الايه اللي هو 5 في 10 اس 3 دوت 2 باي في 5 في 10 اس 3، ده الايه؟ الفريكوانسي بتاعت السيجنال بتاعتي، يعني ده الفريكوانسي بتاعت السيجنال بتاعي.
فبالتالي اللي هي التردد بتاعي بتاع الايه الانفورميشن سيجنال اللي هو مين؟ ال 2 باي في 5 في 10 اس 3 راد بير سكند. ولو انا عايز اشتغل بالهرتز يبقى 5 في 10 اس 3، ادي تردد. طب تردد الكارير كام؟ نص ل 2 باي في نص في 10 اس 6، هو ده تردد الكارير لان دي سيجنال الكارير. ولازم تاخد بالك ان تردد الكارير اعلى بكتير جدا من تردد السيجنال، تمام؟ وهو ده اللي واضح امامي، ان انا بقول 2 باي في نص في 10 اس 6 ده بتاع تردد الكارير، وبالنسبه لي 2 باي في 5 في 10 اس 3 ده اللي مين؟ اللي هو تردد مين؟ السيجنال بتاعتي. هو عايز بقى الفاليوز اوف ذا كارير اند ذا موديليتنج فريكونسز، فكده جبناه. فبيقول لك تاني سؤال، وات از ذا باند ويدز بتاعت السيجنال؟ طب الباند بتاع السيجنال قد ايه؟ عايز يحسب برضو الموديليشن اندكس، عايز يحسب الامبليتيود بتاع الكارير اند ذا ابر اند ذا لور سايد اوف فريكونسز. تعالى برضو نمشي مع بعض في الحل واحده واحده. اول حاجه زي ما شفنا ان التردد بتاعي اهو بيكتب، بص المعادله الاول فولت بتاع الكارير زائد فولت بتاع السيجنال في الساين بتاعت السيجنال، كل ده مضروب في ساين الكارير، تمام؟ وممكن ان هو يجي يفك دي زي في المعادله الثانيه اللي عندك، قال لك في سي في ساين اوميجا سي تي زائد في ام في ساين اوميجا ام تي في ساين اوميجا سي تي، ده حاصل ضرب 2 ساين، يقدر ممكن يبقى يفكهم بعد كده بقوانين الايه التريجنومتريك. هذا يعني ان تردد الكارير اللي هو 2 باي في نص في 10 اس 6 اللي احنا لسه قايلين، تردد السيجنال 2 باي في 5 في 10 اس 3. طيب الامبليتيود بقى بتاع الكارير 15، لان هو اللي كانت الفولت اللي كان هنا في المساله 15. امبليتيود السيجنال 3 لان اللي كان لازم عندي هنا في ايه كان بكام؟ ب 3. تعالى بص كده معايا، اهي ادي 15 ودي 3، يبقى ال 15 دي بتاعت الكارير، ال 3 دي بتاعت السيجنال زي ما هو كده. يبقى الكارير فريكوانسي اهي خلاص عرفنا اللي هي رقم اي، طبعا هو عملها بالهرتز يبقى شال ال 2 باي، بقت نص في 10 اس 6 يعني نص ميجا. برضك هنا 2 باي في 5 في 10 اس 3، لو شلنا ال 2 باي تبقى هي اللي 5 كيلو هرتز. طب الباند ويدز عباره عن ايه؟ ضعف الاف ام. الباند بتاعي ليه؟ الباند هو فرق الايه؟ الترددات الموجوده. يعني انا عندي تردد عند اف ام وتردد عند سالب اف ام، الفرق ما بينهم هو ده الباند بتاعي اللي هو 2 اف ام. يبقى 2 في 5 كيلو، الاف ام عندي ب 5 كيلو، يبقى اللي هي تطلع 10 كيلو ديت الباند ويدز بتاعتي. طب تعال ايه تاني بقى طالبه مني؟ الموديليشن اندكس. الموديليشن اندكس ببساطه امبليتيود السيجنال على امبليتيود الكارير، والكلام ده قلناه في المحاضره اللي فاتت، يبقى هو 3 على 15 اللي هو بوينت 2، تمام كده؟ طب خلي بالك بقى في رقم المطلوب رقم اي في، عايزك ترتب بقى الايكويشنز بتاعتك اللي هي كان فيها في كارير في ساين اوميجا سي تي زائد كان 2 ساين مضروبين في بعض، فقال لك انك حولهم لكوساين تو تيرمز مجموعين على بعض، فده من الترجنومتريك اللي هي نص في ام في كوساين اوميجا سي ناقص اوميجا ام ناقص في ام في كوساين اوميجا سي زائد اوميجا ام، كل ده في سي على في سي، يعني ديت اللي هي مين الاكسبريشنز بتاعي نتيجه الترجنومتريك. يعني بحساب المثلثات لما بتضرب 2 ساين في بعض يبقى كوساين الفرق ناقص كوساين المجموع، فهو ده اللي عمله عندي. بعد كده راح كاتب كده نص ام، راح رتبها كده في المعادله اللي عندك، جاب الامبليتيود بقى بتاع كل سايد فريكوانسي، يعني كل واحد عندي الامبليتيود بتاعه بكام، لان الامبليتيود بتاعه اللي هو ايه، شوف الام دي بكام، يعني هتيجي تعوض بيها هتلاقيها انها ايه 1.5 فولت، هي نص التلاتة دي، يعني التلاتة دي 3 فولت بتاعت الفي ام هي في ام على الاتنين. طب الفي ام بكام؟ ب3، يبقى 3 على الاتنين بكام؟ ب1.5. يبقى ده الامبليتيود بتاع كل سايد باند، يعني معامل كوساين اوميجا سي ناقص اوميجا ام ده سايد باند، اوميجا سي زائد اوميجا ام ده سايد باند تاني، فاكر لما اتكلمنا عن الابر واللور سايد باند، تمام؟ فده واحد بتاع الابر وواحد بتاع اللور سايد باند، المعامل بتاع كل واحد فيهم نص ام، فالام بكام؟ ب3 فولت، يبقى 3 فولت على الاثنين بكام؟ ب1.5. سيبك من المعادله دي عشان ما تلخبطكش، تمام؟ او ممكن في ناس بتجيبها يعني الكي بتساوي في ام، هو جايبها بدلاله الكي اللي هي الموديليشن اندكس، ما هي الموديليشن اندكس مضروبه في الفولت بتاع الكارير على الاثنين اللي هي هتديني امبليتيود السيجنال على الاثنين. ليه؟ لان الكي اهي، بص انا لو جبت القلم عشان اوضح لك المعادله دي برضو عشان ما تبقاش عندك مشكله، هي الكي عندك بكام يا جماعه؟ الكي ديت عباره عن في ام على في سي.
طب ما هو لما تضرب في ام على في سي تضربها في سي تديني في ام، وفي حاجه مقسوم الكلام ده على الاثنين يبقى في ام على الاثنين، يبقى هي في الاخر رجعت لفي ام على الاثنين، تمام، اللي هي ال 3 فولت. في ناس بتستخدم برضو قانون كي في سي على الاثنين، هو ده ان جنرال امبليتيود بتاع اي سايد باند فري، بتاع اي سايد فريكونسي. طبعا في هنا اكزامبل بيقول لك هنا عندك زيرو مين ساينسويدال مسج سيجنال، يعني المتوسط بتاعها بصفر، يعني ساينسويدال سيجنال is applied to a transmitter that radiated an AM signal 10 كيلو وات باور، يعني الباور بتاعي ب 10 كيلو وات. بيقول لك احسب لي الكارير باور لو الموديليشن اندكس 0.6، احسب لي مين الايه الكارير باور، الباور بتاع الكارير قد ايه. فطبعا انت عندك الباور بتاع الايه الكارير، الموديليشن اندكس قلنا مين هي امبليتيود، مين السيجنال امبليتيود الكارير زي ما قلنا في الايه في السيشنز اللي فاتت او في السلايد اللي فاتت اهي. انا اقول سوري اهي، انا قلنا في ام على في سي. طيب انا في ام على في سي بتساوي بوينت ايه 6، واقدر اجيب عندك انك مدي لك الباور بتاع الاي ام سيجنال ب 10 كيلو وات. فمن الاي ام سيجنال دي مطلع لي 10 كيلو وات باور، خلاص الاي ام سيجنال دي الامبليتيود موديليت الامبليتيود موديليشن سيجنالز مطلع لي باور كام، قيمته 10 كيلو وات باور. طيب يبقى نقدر ان احنا من قانون الباور بتاع مين، بتاع الاي ام سيجنال. تعال بص ارجع لورا كده عشان بس افكرك بالكلام اللي احنا قلناه، الباور بتاع الاي ام سيجنال اهو، انا برجع ورا شويه اهو اهو. انت عندك اهي في كارير، الكارير باور اللي هي الماجنتيود بتاع الكارير سكوير على الاثنين، خلاص اللي هو الماجنتيود بتاع اللي مضروب في الكارير سكوير على الاثنين. السايد باند باور ام اوف تي في كوساين اوميجا سي تي، يعني المفروض ان هو ام سكوير على الاثنين، تمام كده. فالباور بتاعتي بتاعت التوتال باور بتاع الباور بتاع الكارير زائد باور بتاعت الايه السيجنال، هو مثلا سي مديهالك، هو بيقول لك الباور بتاع الموديليتد ايه سيجنال، لما عملنا عمليه الايه الموديليشنز بتاع السيجنالز بتاعتي هو مدي لك الايه الباور بتاعتها، خلاص. فهو نتيجة ان هو مديلك الباور ديت، تقدر انك انت لو عندك الباور بتاعت يعني هو عايز ايه، عايزك تحسب النسبة بتاعت التوتال باور لل از ان ذا كارير، بالنسبة للكارير. فانت هتحسبها، ممكن بقى تيجي تحسب لي اللي هي الميو سكوير على 2 زائد الميو سكوير وتعوض، خلاص تجيب النسبة دي. كالكوليت الباور ان ايتش سايد باند، انت مهمتك لو انت عايز تجيب الباور في كل سايد باند يبقى تيجي تعمل ايه، تروح كاتب الايه احنا جبنا اللي هو الفي ام على الاثنين، ده الباور بتاع السايد الامبليتيود بتاع السايد باند. فتقول ان الباور في ام سكوير على الاثنين اللي هو الماجنتيود اللي عندي دوت، طبعا هو عايز النسبه بتاعت زي ما قلنا توتال باور في الكارير اللي هي ميو سكوير على 2 زائد ميو سكوير. طب الباور لكل سايد باند، يبقى لكل سايد باند يعني معامل كل سايد باند احنا كنا لسه جايبينها اللي هي اللي في ام على الاثنين كل دوت ايه سكوير بتاع كل ايه كل سايد باند، في ام على الاثنين كل ده سكوير. طب اجيب الماجنيتيود بتاع الفي ام ازاي؟ طبعا انت ايه، انت مديني التوتال باور خلاص اللي هو 10 كيلو وات، فهتبقى معادله في مجهول، انت بتجيب الباور بتاع الكارير زائد الباور بتاعت السيجنال اللي موجوده، فهتبقى معادله في في مجهول واحد تقدر تجيب وطبعا عندك ان الموديليشن اندكس الفي ام على الفي سي بتساوي 0.6، فهتبقى معادله في الفي ام تقدر تجيب منها الفي ام بتاعتك. بنفس الطريقه دي يا جماعه هتلاقي الايه الاكزامبل اللي بعد كده اللي هو بيقول لك ان ام ام اي ام ترانسميتر ليه كارير باور 30 واط، يعني كارير باور برضه معامل اللي هو اي سي تربيع على الاثنين ب 30 واط. البريسنت بتاع الموديليشن 85، يعني انا ممكن اقول ان نسبه الموديليشن البريسنتج بتاع الموديليشن بوينت اللي هي 85 بريسنت، نسبه الموديليشن يعني بوينت 85. احسب التوتال باور، طب احسب لي بقى التوتال باور بكام، خلاص التوتال باور احنا عندنا الكارير باور وعندي الكارير باور عباره عن اي سي سكوير على الاثنين اجيب منها الاي سي، وعندك الفي ام على في سي اللي هي بوينت 85 تقدر تجيب الفي ام، جبت الفي ام تقدر تجيب الباور بتاع السيجنال. التوتال باور هو باور السيجنال زائد باور مين الكارير. عايز الباور في وان سايد باند تجيب الفي ام اللي انت كنت جايبها تقسمها على 2
تربع هذا الكلام هو ده الباور بتاع الوان سايد بين. يعني الهدف تجيب الماجنيتيود بتاع السيجنال وتجيب مين الماجنيتيود بتاع الكارير من الداتا اللي عندك وتعوض بيها. طبعا انا ايه ما كتبتلكش بالارقام وبالحاجات دي لانك انت سهل انك انت تعمل هذا الكلام. يعني ايه بالنسبه لنا، يعني انا لو قلت لك اهي ادي بوينت 85 دي هي في ام على ايه في سي، يبقى دي معادله اهي، وفي عندك الكارير باور تجيب منها الفي سي، تقدر تجيب منها الفي ام من كده جبت الفي ام والفي سي من الجيفن اللي عندك. مجرد جبت الفي ام والفي سي تقدر تجيب التوتال باور وتقدر تجيب الباور بتاع الوان سايد باند، لان كله بدلاله الايه الماجنيتيود بتاع السيجنال والماجنيتيود بتاع مين بتاع الكارير. طيب ايه الدي موديليشن؟ بعد كده بنكمل برضو في الكلام بتاعنا. لو انا عايز عندي بقى الدبل سايد باند بس مش السبريسد كارير، عايز اعمل له دي موديليشن عشان ارجعه لاصله، او عشان ارجعه لايه يا جماعه؟ عشان ارجعه للسيجنال الاصليه بتاعته. طب ده هيتم ازاي؟ تعالى مع بعض نشوف المعادلات كده. زي ما شايفين قدامنا ان انا عندي مثلا الفي بتساوي ايه زائد الام اوف تي، الاي اللي هي الامبليتيود بتاعي بتاع الكارير زائد الانفورميشن سيجنال، ضربناها في مين؟ في كوساين اوميجا سي تي، ده الموديليتد سيجنال. ضربناها في الدبليو اوف تي، الدبليو اوف تي دي عباره عن ايه؟ زي ما موجود قدامك، هو جايب لك المفكوكه بتاعتها بفورير سيريز بتاعتها، تمام؟ فهي عباره عن دي كنا قلناها المره اللي فاتت، فاكرين المحاضره اللي فاتت لما عملنا الدي موديليتور بالنسبه للدبل سايد بين سبريسد كارير؟ نفس الكلام بس بعمله مين للدبل سايد باند. فضربت في حاجه اسمها الايه السويتشنج بتاعي اللي هو الدبليو اوف تي، فعملت المفكوكه بتاعت فورير سيريز بتاعتها اللي هي نص زائد 2 على باي كوساين اوميجا سي تي ناقص تلت كوساين 3 اوميجا سي تي. دي انا برضو ايه قلت لك ان هي دي المفروض واخدها في الماس، ازاي تفك السكوير بالس لمجموعه من الكوساين بهذا الشكل. فزي ما انت شايف انا دلوقتي عندي ايه زائد ام اوف تي في كوساين اوميجا سي تي، خلاص مضروبه في مين؟ دلوقتي هو ايه قايل لي مضروبه في نص زائد 2 على باي في كوساين اوميجا سي تي. لو انت خدت بالك انك بتضرب السيجنال دي في مين؟ في نص، يعني السيجنال ايه زائد ام اوف تي في كوساين اوميجا سي تي في نص زائد 2 على باي كوساين اوميجا سي تي في كوساين اوميجا سي تي، هتلاقي انها كوساين تربيع الاوميجا سي. كوساين التربيع عبارة عن ايه يا جماعة؟ كلنا عارفين كوساين التربيع، قلنا كوساين تربيع اوميجا سي عبارة عن ايه؟ اللي هي ايه؟ نص، عبارة عن نص افتح قوس في واحد زائد كوساين ضعف الزاوية، عشان برضه اوضحها لك، اجيب لك القلم عشان برضه الموضوع يبقى واضح بالنسبة لك. دلوقتي بص، كوساين اوميجا سي تي مضروبة في كوساين اوميجا سي تي ديت ترم، هيبقى فيه كوساين سكوير، كوساين سكوير ده عبارة عن نص في واحد زائد كوساين ضعف الزاوية زائد كوساين ضعف الزاوية 2 اوميجا سي تي، تمام؟ حلو قوي. اللي يهمني دول ترمين فيهم نص اللي هو الدي سي وفيهم كوساين ضعف الزاوية. كوساين ضعف الزاوية دي تعتبر في تردد عالي، كل الترددات العالية انا خدتها لوحدها، لان انا حاضر بفلتر بلو باس فلتر اخد الايه الدي سي فاليو بس، فهو نص بس. خلي بالك انا ضارب في 2 على باي، يبقى الاثنين تطير مع الاثنين يديني 1 على باي، يبقى اديني 1 على باي في ايه زائد ام اوف تي اللي مكتوبه قدامي، زائد الاذر تيرمز اوف هاير فريكونسيز، الترمات الثانيه بتاعت الهاير فريكونسي. فاقدر ان انا بالفلتر، ان انا تعالى بس كده معايا عشان اعمل لك الريس اول، اقدر بالفلتر بتاعي اخد الترم ده بس. يعني انا بقول ترم ده زائد ترمات كلها ليها ترددات عاليه دي سي مثلا، زائد ترمات لا يعني ثابت ايه زائد ام اوف تي، يعني زائد اذر تيرمز اوف هاير فريكونسي، يعني كوساين 2 اوميجا سي تي، كوساين اوميجا سي في كوساين 3 اوميجا سي، تدي لك ترددات عاليه. كل الترددات العاليه دي مش عايزها، فبعديها على فلتر يروح مديني مين؟ يديني الترم ده. طب ما هو لما اداني الترم ده في ثابت زائد ام اوف تي، ممكن ابلوك الدي سي، يعني اعمل بلوكينج للدي سي يتبقى لي الام اوف تي، يبقى انا رجعت الام اوف تي بتاعتي، عملت دي سي بلوكينج. تعال بص كرسومات، ايه زائد ام اوف تي في كوساين اوميجا سي تي، دي طبعا كلنا عارفين الدبل سايد باند. بعد كده لما انا جيت بالنسبه للدبل سايد باند ضربتها في مين؟ في الايه في الاوميجا سي. فطبعا هنا لما ضربتها في الاوميجا سي ادتني الشكل، ضربتها في الايه الدبليو اوف تي ادتني الشكل اللي قدامي ده.
طيب لما جيت بعد كده رحت معديها على الفلتر ادتني الشكل ده. تمام، هو برضك راسم لك بقى الكومبوننتس، دايود اكت لايك ابير اوف سيزور باي كاتنج نيجاتيف هاف باث. يعني انا عندي اي زائد ام اوف تي في كوساين اوميجا سي تي، هو حاطط هنا دايود لان دايود ده بيبقى سويتش اون واوف، يعمل لك السكوير بالس بتاعتك، يعني هي تبقى سكوير بالس بتاعي كده خلاص، اللي هي السكوير بالس جزء اون وجزء ايه اوف، جزء اون وجزء اوف، يعني هيعدي لك السيجنال اللي هي مناظره، الجزء ده اللي هو الجزء بتاع اللي كاني ضربت في دبليو اوف تي، بعدين عديته على اللو باس فلتر. اللو باس فلتر عمل لي ايه يا جماعه؟ خد الكومبوننت دي بس، طلع لي الكومبوننت دي. طبعا عايز بس اكلي اعمل كلير للسكرين معلش، يعني الجزء ده هو اهي ان انا عملت ايه، اهي اللي هي طلع لي دي ان انا ضربت في دبليو اوف تي، بعدين رحت عامل له ايه، هو عامل لك بالاسهم اهو، عديته على لو باس فلتر، راح مديني مين، اداني ده. عايز اشيل الايه، الجزء بتاع الدي سي، يعني في ثابت زائد ام اوف تي، اشيل الثابت ازاي؟ عن طريق الكاباستور مع الريزيستنس. انت عارف الكاباستور بيعمل حاجه اسمها بلوك للدي سي، ممكن تكون خدتها في السيركت، يعني ايه بلوك للدي سي؟ يمنع الدي سي، يبقى اي دي سي يشيلها، فيتبقى لي مين، انت عندك هنا واحد على باي في الايه، عشان بس برضو اوضحها لك، زائد واحد على باي في الام اوف تي، مظبوط كده. طيب يبقى انا دلوقتي عندي ثابت زائد واحد على باي في الام اوف تي، يعني ده ثابت زائد واحد على باي في الام اوف تي، فالثابت ده الدي سي، ده الثابت اللي هو الدي سي ده بشيله عن طريق الايه، الكاباستور مع الريزيستنس، كأن الكاباستور بيعمل بلوكينج للدي سي، فيجيب لي واحد على باي ام اوف تي، يبقى رجعني للام اوف تي. واحد يقول لي بس مضروب في واحد على باي، بقدر ان انا اتصرف عن طريق ان انا مثلا بشيل الواحد على باي ده، بضرب في جين قيمته باي، يبقى شال لي الواحد على باي، بقت الام اوف تي على طول. تمام، يبقى ده شكل الدي موديليتور بتاعك. خلي بالك بيقول لك برضك في حاجه دايره بتعمل الدي موديليشن اسمها الانفولوب ديتكتور. الانفولوب ايه ديتكتور؟ بيديتكت الانفولوب، هو الانفولوب اللي فيه الايه الداتا بتاعتك. تعال بس نجيب القلم عشان نوضح هذا الكلام، الكلام ده مهم، ده الدي موديليتور بتاع الايه دبل سايد باند بس. فانا هنا لما ماشي كده خدت بالك، انا عايز السيجنال دي، فبيحصل عمليه ايه لو انا موصله زي ما انت شايف، ادي دايود ومعايا كاباستور، بيحصل شحن وتفريغ، الكاباستور امبارل مع الريزيستنس، فبيحصل شحن وتفريغ، شحن وتفريغ، شحن وتفريغ للدايره، شحن وتفريغ، شحن وتفريغ. لو شينا على الشحن والتفريغ، الاوتبوت اللي طالع لي كانه بيتراك السيجنال، بيتتبع الانفورميشن سيجنال. لو جاب الانفلوب كانه عمل لي انفلوب ديتكتور، كانه بيديتكت الانفلوب، بيتعرف على الانفلوب، والانفلوب ده هو اللي فيه الانفورميشن. بس بيقول لك خلي بالك كان في حاجه زي انتوا خدتها زي التايم كونستانت، عشان هذا يتحقق لازم اختيارات الار والسي تبقى اعلى بكتير من واحد على اوميجا سي، اقل من الاي واحد على اتنين باي في البي، البي اللي هي الباند بتاعت السيجنال، لازم يتحقق هذا الكونديشن في الدايره دي. يبقى دي طريقه تانية لعمليه الدي موديليشن بتاعه الايه الدبل سايد باند، يبقى ده اللي هو الانفلوب ديتكتور، وتعرف الدايره بتاعته. بعد كده بنتكلم على الراديو ريسيفر، عندي الاي ام راديو ريسيفرز اللي هو الراديو اللي انت بتبقى بتستمع اليه زي مثلا المحطات المختلفه. فبيقول لك ان الريسيفر بتاعتك بيبقى ليه خصائص معينه. اول حاجه ذا اوريجينال سيجنال من الانتنة بتبقى از فيري سمول، الاوريجينال سيجنال اللي بتبقى طالع من الانتنة بتبقى مثلا سيجنال صغيره، ففي امبليفيكيشن از نيدد ات ذا ستيشن كارير فريكوانسي، يبقى المفروض ان انا اعمل لها امبليفيكيشن. This stage should have low noise characteristics. طيب لما اعمل amplification لازم ما يبقاش في noise في السيجنال، يعني ما فيش unwanted noise، يعني unwanted signal. فبيبقى عندي ال RF amplifier اللي هو المستقبل للسيجنال. يعني انا هقول لحضرتك بايه بشكل بسيط قوي عشان تبقى فاهم انا بقول ايه. دلوقتي انت عندك السيجنال بتبعتها بتعمل لها موديليشن، ادي الانتنه اللي بيبقى خارج منها السيجنال، فالسيجنال دي بيبقى ترددها عالي قوي، فما بتمشي في الايه بتروح للانتنه التانية بيبقى بالتردد العالي ده. يعني ادي انتنه وراحت للانتنه التانية اللي هي بتريسيفد، بيبقى التردد عالي جدا بتاع السيجنال. طب التردد بتاع السيجنال ده عالي خلاص، وهو طبعا بيأكسبت الترددات اللي هي التردد بتاع السيجنال اللي مبعوته، هو متظبط، انا عامل له ديزاين بحيث الانتنه دي عامل لها ديزاين اللي هي الريسيفر،
اللي هي بتريسيف دي السيجنال معمول لها ديزاين بحيث انها تستقبل هذا التردد، تستطيع انها تستقبل هذا التردد العالي. طب لما تيجي بتستقبل تردد عالي، السيجنال الامبليتيود بتاعها لما بيوصل للانتنه نتيجه التباعد مع ما بين الانتنه بتاعه الترانسميتر والانتنه بتاعه الريسيفر، بيحصل ان الامبليتيود بيبقى ايه؟ قل جدا، يعني زي سيجنال منهكه. هعمل لها امبليفيكيشن، بس لما تعمل امبليفيكيشن لسيجنال ترددها عالي بيحصل زي ديستورشن وبيحصل مشاكل، تمام؟ فانا عايز اتفادى هذه المشاكل. خدت بالك دي من ضمن المشاكل اللي بتحصل. فطبعا في ديزاين معين باخد بالي منه، يعني انا هنا الامبليتيود اللي بوصل له هنا بيبقى ضعيف والتردد عالي بطبيعه الحال لان انا عامل له موديليشن، خدت بالك؟ وعشان الانتنه تقدر تستقبله واقدر اعمل ديزاين للانتنه مناسبه لهذا التردد العالي، لان الانتنه الديزاين بتاعها بيبقى سهل لو التردد عالي، تمام؟ فبالتالي بنقول ايه؟ فبالتالي زي ما بنقول كده، ادي ان الار اف امبليفاير بيقول لي ايه بقى؟ شود بي تيوند، يعني انك انت بتادجست، بتعمله، بتظبطه للتيونينج بتاعته، النغمه بتاعته، تو اكسبت اونلي الاستيشن اف سي واف سي زائد او نص اف ام، التردد اللي مبعوث، تردد الكارير وتردد، لو انت عامل دبل سايد باند فقط يبقى هو بيستقبل تردد الاف سي وتردد الاف سي زائد نص اف ام. فديزاين الانتنه لازم يبقى كده عشان ايه؟ ما يستقبلش ترددات تانية. فيعني هو بيستبدل التردد مين؟ بتاع الاف سي زائد اف سي واف سي زائد او ناقص اف ام، عشان تو افويد انترفيرنس فروم اذر ستيشن، عشان ما يحصلوش ان هو يستقبل ترددات تانية خاصه بمحطات تانية، تمام؟ فلازم يتيوند، لازم ان هو يتيوند، انك تعمل له تيوننج بحيث ان هو يستقبل التردد المظبوط بتاع المحطه بتاعتي. طب تعالى برضو نكمل الكلام. ادي اهو الانتنه بقى، ده الريسيفر، اول ما استقبلت عمل امبليفيكيشنز. خلي بالك انا قلت لك معلومه، لما بيحصل امبليفيكيشنز هيحصل لك مشكله اللي هي ان الايه، ان التردد عالي، ما بيحصل معاه امبليفيكيشن ممكن يحصل ديستورشن. هو مش ذاكر هنا الحته دي، لكن في حل لهذه المشكله، تمام؟ فهو طبعا هنا لسه ما كانوش عملوا جزئيه ازاي معالجه الديستورشن الموجود، فكان بيقول لك ار اف امبليفاير، وبعدين بيعملوا زي ديتكتور عشان يديتكت السيجنال، لان انت عارف انك انت في الريسيفر عايز تديتكت السيجنال، يعني بتعمل عمليه دي موديليشن ترجعها للاف ام، وفي اوديو امبليفيكيشن ايضا عشان السبيكر يسمعها. يعني هو بيعملوا احتياطات كذا امبليفيكيشن، وده بيسمى تيوند راديو فريكوانسي تي ار اف ريسيفر. بعد السفيشنت امبليفيكيشن ا سيركت تو ديتكت ذا انتليجنس فروم ذا ار اف فريكوانسيز نيدد. طبعا هنا بعد الديتكشن برضه في امبليفيكيشن تاني، بس دي الطريقه دي مشكلتها ان بيبقى فيها ديستورشن، ونتيجه ذلك بيبقى فيه زي دوشه شويه او غروشه في الصوت جامده، وطبعا هتبقى تتعالج زي ما هنقول. طبعا هنا بيكمل التي ار اف دي ليها 3 ستيج اوف ار اف امبليفاير، في ار اف اتش ستيج هاز ا سيبريت فاريبل تيون سيركت. ادي 3 ستيج زي ما انت شايف قدامك. الdisturbance is produced by the user when tuning a new station. طبعا لما بتيجي تيون ما بتغير المحطة على محطة تانية بيحصل فيه disturbance، كل ده نتيجة زي ما انا قلت لك ان ترددات عالية الانتنة استقبلتها، ما بيحصل amplifications، فبيعمل ايه؟ يعني بتيجي تعلي كده تلاقي ايه؟ في نغوشة او صوت عالي. طبعا هو بيقول لك بناخد بالنا في الريسيفر كاركترستكس، خصائص الريسيفر، السنسيتيفيتي والسيلكتيفيتي. ايه الفرق بينهم؟ في فرق، سنسيتيفيتي حساسيه، سيلكتيفيتي الاختيار انك بتسلكت الحاجه. فالسنسيتيفيتي هي المينيمم انبوت سيجنال اللي هي اقل سيجنال مطلوبه عشان تو بروديوس ان اكسبتابل اوتبوت ليفل، عشان تنتج الاكسبتابل اللي هو المقبول، يعني الاوتبوت ليفل الايه المقبول بالنسبه لي. فهي اقل فولت عشان مطلوب عشان ابريديوس اكسبتابل اوتبوت ليفل. تاني حاجه، اقل حاجه عشان تديني المقبول، يبقى دي اسمها السنسيتيفيتي. خلاص، السيلكتيفيتي الاختيار، الاكستند تويتش ا ريسيفر از كيب ايبل، يعني قادر على ان هو يميز ما بين الديزايرد سيجنال والديستربنس. الانوينتد نويز، يختار السيجنال بتاعته ويبعد اي نويز، ده اسمه السيلكتيفيتي الاختيار. طيب
التي ار اف سيلكتيفيتي بيقول لك بقى بالنسبه للتيوند راديو فريكوانسي سيلكتيفيتي بتاعتك الستاندرد اي ام برودكاست ريسيفر من 550 ل 1550 كيلو. هو بيقول لك السيلكتيفيتي هو بيبقى الباند بتاعه ما بين 550 ل 1550. بيقول لك التوتال انتليجنس سيجنال، السيجنال الذكيه الباند بتاعها، الباند قلنا اللي هو الفرق ما بين اعلى فريكوانسي واقل فريكوانسي في السيجنال اللي هو 10 كيلو. السنتر فريكوانسي اللي هي الفريكوانسي اللي موجوده عند السنتر بتاعك، وديت ممكن تكون خدتها في السيركتس في الايه سيركت 2. خدت بالك لو انت درست سيركت 2 هتبقى خدت السنتر فريكوانسي اللي موجوده في الباند باس فلتر لو تفتكر، بتساوي 1000 كيلو. الكيو في حاجه اسمها الكواليتي فاكتور اللي هي السنتر فريكوانسي على الباند ويدز. الكواليتي فاكتور اوف تيون سيركت بتفضل كونستانت اللي هي كواليتي فاكتور يعني ايه معامل الجوده حسب السنتر فريكوانسي على الباند ويدز. تمام، فهو لما بيجي يديني 100 هنا السنتر فريكوانسي ب 1000 والباند ويدز ب 10 كيلو يديني كام؟ 100. طبعا هنا بقى التي ار اف سيلكتيفيتي بيقول لك عند ال 1550 كيلو هرتز الباند بتبقى الاف ار على الكيو يعني 1550 على 100 ب 15.5. طب عند 550 السنتر فريكوانسي ب 550 على 100 بتبقى 5.5 كيلو. فهنا بنقول الريسيفر باند ويدز از تو لارج، بيبقى كبير قوي اند سفر فروم، ممكن ادجسنت تشانل تدخل فيه. لما يكون الباند كبير تخاف منه في ايه؟ ان يجي تشانل تانيه تبقى ليها باند تروح داخله معايا. كل ما الباند ويدز يبقى صغير معايا يبقى مشكله السلكتيفيتي سهله ان انا اقدر اسلكته. فهنا لما بيبقى عالي بيبقى اسمه اندر سلكتيفيتي، لما بيبقى قليل لما نتيجه ات 550 دي بتبقى عندي الباند بتاعي قليل فده بيسميه اوفر سيلكتيف اوفر سيلكتد، لان في فيديليتي بانك انت تقدر انك تجيب ايه تقدر انك تسلكت الايه الباند بتاعك بتاع السيجنال بسهوله. طبعا هنا هو موضحها اهي، انا عندي اهو طبعا التي ار اف سفر فروم هارد تيونينج وبور سيلكتيفيتي، يعني السيلكتيفيتي بتاعته بتبقى صعبه جدا نتيجه الباند، فبيحصل ممكن اي ادجسنت تشانل اي تشانل مجاوره تعمل انترفيرنس معاه، وبيبقى هارد تيونينج انك انت عشان تادجاست على محطه تانية بيبقى فيه نوع من الهاردنس نتيجه ده السنسيتيفيتي ونتيجه الايه السلكتيفيتي بتاعي. فطبعا مدي لك اكزامبل، الاكزامبل تطبيق على الكلام اللي قلناه تي ار اف ريسيفر از تو بي ديزايند وذ سنجل تيوند سيركت باستخدام 10 مايكرو هنري اندكتور. احسب لي الكاباستور رينج، طبعا انت عارف اللي بيجيب التيوند سيركت ال وسي، فهو بيقول لك هات لي قيمه الكاباستنس رينج قد ايه عشان تتيون ما بين 550 كيلو ل 1550 كيلو. الايديال 10 كيلو هرتز باندويدز از تو اوكير ات 1100 كيلو هرتز. طب تعالى البارت رقم ايه وبعدين ندخل على بارت رقم بي. احنا عندنا اللي هي الريزونانس فريكوانسي او السنتر فريكوانسي 1 على 2 باي جذر ال سي، فهو مديني ال ومديني السي، بقول عند 550 هجيب قيمه السي وهعوض مره تانية عند 1550 التردد بتاعي هجيب قيمه السي، فالسي بتاعتي بترينج ما بين القيمتين دول. يبقى انا مره عوضت ب 550 كيلو و1500 ومره تانية ب 1550 كيلو، لانه هو قال لي عايز الايه التردد بتاعي يتراوح ما بين دي ودي. تمام، طب البارت رقم بي تعالى نرجع بس نفتكره، الجزئيه رقم بي بيقول لك ايديال 10 كيلو مدي لك الباند ويدز ومدي لك تو اوكير ات 1100 كيلو هرتز، مدي لك سنتر فريكوانسي، عايز الكواليتي فاكتور، تعويض مباشر يبقى السنتر فريكوانسي مقسومه على الباند ايه ويدز، يعني ال 1100 كيلو هرتز مقسومه على 10 كيلو ايه هرتز، اهي ال 1100 كيلو هرتز على 10 كيلو هرتز. طيب الجزء رقم سي تعالى نشوف كده هو كان طالب ايه. احسب الباندويدز اوف ذا ريسيفر عند 550 كيلو عند 1550 كيلو، عايز يحسب الباندويدز عند 550 ومره عند 1550. احنا عارفين ان الكواليتي فاكتور مالها، قلنا الكواليتي فاكتور بتبقى ثابته، فهعوض مره الباندويدز بيساوي ريزونانس فريكوانسي على الكواليتي فاكتور الثابته اللي هي انا حسبتها ب 110، هيجيب لي عند 1550 سنتر فريكوانسي يديني الباند ويدز ب 14.1 كيلو هرتز، عند 550 برضو هطلع الباند ويدز بتاعي اللي هو السنتر فريكوانسي على كيو اللي هو 550 على 110 تديني 5 كيلو هرتز.
جه بقى السوبر هيترودين عشان يعالج المشاكل دي، يعني تيوند راديو فريكوانسي كان فيه مشاكل كتير. فجه بعد كده السوبر هيترودين، احنا قلنا ان التردد بتاعي ايه عالي، فما بعمل له امبليفيكيشن بيعمل مشاكل. فقال لك قلل الفريكوانسي المستقبله اللي استقبلتها الانتنه عن طريق ايه؟ عن طريق ميكسر. في ميكسر هنا بدخل عليه زي لوكال اوسيليتور ليه تردد معين، بيجنريت تردد معين. فالميكسر ده بيديني ايه؟ اف لوكال اوسيليتور ناقص اف سي، يبقى قلل لي التردد بتاع الكارير. فبالتالي لما اجي اعلي الامبليتيود عن طريق بقى بنسميه انترميديت فريكوانسي امبليفاير، ليه سماه اي اف؟ لان هو قل عن قيمه الاف سي، فقدر انه يعلي الفريكوانسي، يعمل امبليفيكيشن للسيجنال من غير ما يحصل مشاكل، وبعد كده يعمل ديتكشن ويجيب الاوديو سيجنال. ليه سمي انترميديت فريكوانسي؟ لان هو فريكوانسي وسيط ما بين الار اف اللي عاليه اللي استقبلتها الانتنه اللي هي تعتبر تردد الكارير وتردد اف سي زائد او ناقص اف ام، يعني ترددات عاليه، وما بين ترددات الاوديو اللي هي ترددات السيجنال الاصليه اللي هي تردد قليل قوي. فالانترميديت فريكوانسي ده بيعتبر تردد وسيط. الميكسر اوتبوت از اي ام سيجنال، بيقول لك اهو ويز كونستانت كارير فريكوانسي، بغض النظر على الترانسميتر فريكوانسي. الانترميديت فريكوانسي امبليفاير تقدر تعمل امبليفيكيشنز للسيجنال بتاعتك لان الفريكوانسي قلت. طبعا دي بتقلله كونستانت باند ويدز اوفر ذا انتري باند اوف ذا ريسيفر. السوبر هيتروداين ريسيفر ليها السوبيريور سيلكتيفيتي. طبعا هنا السوبر هيتروداين ريسيفر بيكمل فيها الدي سي ليفل بروبورشنال تو ذا ريسيفد سيجنال سترينث is extracted from the detector stage. طبعا هو هنا بيقول لي بقى ايه؟ ان انا اقدر اعلي بقى في السيجنال بتاعتي وما عنديش اي مشكله، ما يحصلش distortions او المشاكل اللي كانت بتقابلني في التيوند راديو فريكوانسي. خلاص؟ طبعا هنا في اوتوماتيك جين كنترول allow for constant receiver output for widely variable radio signal. في حاجه اسمها الاوتوماتيك جين كنترول كانه بيتحكم في الجين بتاعي. طبعا بناخد بالنا من الفريكوانسي. الميكسر ده بقى اللي احنا كنا اتكلمنا عنه ده نتيجه دخول اللوكال اوسيليتور بيعمل ترددات كتير، تردد اف سي زائد اف ام اف سوري اف سي ناقص اف لوكال اوسيليتور، اف لوكال اوسيليتور ناقص اف سي نيجاتيف اف لوكال اوسيليتور زائد اف سي، ترددات كتير قوي بيطلعها لحد ما انا بسلكت الترددات المناسبه ليا. تمام؟ يعني هو بيعمل الميكسر ده فبيسموه نون لينير ديفايسز، بيعمل زي فريكوانسي كونفرجن. خلاص؟ يبقى الكي اوف ذا سوبر هيترودين، المفتاح بتاع السوبر هيترودين ريسيفر، ان اللوكال اوسيليتور فريكوانسي بيعمل تراكنج، يعني بيتتبع السيركت ذات ار تيوند نينج ذا انكمنج راديو سيجنال. الديفرنس از اولويز اللي هو الاي اف، بحاول اخلي الديفرنس بتاعي اللي هو يكون اقل حاجه ممكنه عشان يقلل لي التردد. طبعا هو بيدي لك بقى شكل مثلا الفاريابل جيند كاباستور، طبعا دي مش عايزين نتطرق للحاجات دي بكثره. في حاجه بس مشكله بسيطه اسمها الايمج فريكوانسي. الميكسر بيدي كومباينيشن من الترددات، ففي تردد منهم يعمل زي مرايه ايمج الميكسر اوسيليتور كومباينيشن سام تايم الاو ستيشن اذر ذان ا ديزايرد وان، يعني ممكن ياخد محطه غير المحطه، ياخد المرايه فيخليه ياخد ايه تردد تاني ويفتكره هو. خلاص؟ فده اسمه الايمج ايه؟ فريكوانسي. تعالى بس الايمج فريكوانسي ده هي في مساله معبره عنه، بيقول لك حدد الايمج فريكوانسي فور ستاندر برودكاست باند ريسيفر باستخدام 455 كيلو هرتز اي اف اند تيوند تو استيشن ات 620 كيلو هرتز. انت عندك اللوكال اوسيليتور ناقص ال 620 دي احدى الحاجات اللي بتطلع من الميكسر بتساوي 455، نجيب منها اللوكال اوسيليتور من المعادله دي اللي هي 1075. الايمج فريكوانسي ناقص ال 1075 اللي طلعت برضو دي من ضمن الترددات اللي بتطلع عندي، يعني دي المعادله، فتديني 455 تلاقي الايمج فريكوانسي بكام؟ ب 1530. خدت بالك؟ يعني دلوقتي دي معادله الايمج فريكوانسي، يعني القيمه بتاعت اللوكال اوسيليتور الايمج فريكوانسي ناقص اللوكال اوسيليتور تديني التردد بتاعي بتاع اللي هي اللي هو 455 كيلو هرتز، فيديني ده ايمج اللي هو 1530. يبقى هو استقبل تردد عالي اللي هو 1530، ده الايمج بتاع 455. طب حله ايه دوت؟
انك انت الترددات العاليه بتحاول انك انت بتعمل لها زي سيليكشن، ان ديت بتحاول انك انت تعمل لها ريجكشن، تعمل لها بترفض. تمام. يبقى وان سوليوشن السيت طبعا هنا، او ان انت بيقول لك السيت ان انت بتخلي تيوند سيركت ات ذا ميكسر انبوت فيري سيلكتيف، يعني سيلكتيف قوي عشان يسلكت الفريكوانسي ده بحيث ان هو ما ياخدش الايمج فريكوانسي، التردد الوهمي او تردد المرايه دوت ما ياخدوش معاك. طبعا حسابات بقى الجيم بتاع الاي ام بالديسيبل 10 لوج الباور على 1 ملي واط، لو انت بتحسب الديسيبل، لو انت بتحسب باور بالواط يبقى 10 تو ذا لوج الباور تو ذا بيز 10. طبعا ده لو بتحسب الباور بالديسيبل. طبعا انا مش عايز برضو اتطرق للحاجات دي كتير، يعني اللي هي الجزئيه ديت، عشان دي بتاخدها اكتر في الالكترونكس. وبكده يبقى انتهت المحاضره بتاعتنا. موعدنا المره الجايه هندي الاي ام سنجل سايد باند، هي دي اللي فاضله عندي في المحاضرات. قد ان ندي الاي ام سنجل سايد باند، او ان احنا حسب الوقت مش مكفي، فممكن ندخل على الفريكوانسي موديليشن المحاضره اللي جايه عشان نلحق ندي حاجه في الاف ام، لان ما ينفعش ندي اي ام بس من غير من الاف ام. وفي الاخر بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.